بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الأخ أبو محمد الحربي من السعودية الرياض يسأل سؤال مهم جدا وكرره عدة مرات، يريد أن نجيب على السؤال. سؤاله يقول: هل يمكن إنجاب أولاد وبنات عباقرة أذكياء جدا؟ السؤال الثاني: هل فعلا في أكل ممكن بقدرة الله، ممكن بقدرة الله يساعد الإنسان على أنه ينجب ولد، والأمر من قبل ومن بعد كله لله، يعني ممكن، يمكن ينجح ممكن لا، لكن ممكن يستفيد الإنسان في طرق معينة أني أجيب ولد؟ أنا عندي 6 بنات يا أبو عبد العزيز، إذا في إمكانية وذكاء قليل، وأريد منك، يعني أنا رجل كبرت بالسن وأريد يعني تنور لي طريقي. الله ينور طريقك ويجعلك من أهل الجنة، آمين لنا ولكم أجمعين. شوف أخي الكريم أبو محمد الحربي من السعودية، خلينا نجاوب على السؤال الأول. السؤال الأول: ممكن نجيب نلد أولاد أو بنات أذكياء؟ نعم ممكن، ممكن 100%. لا، ممكن، ممكن إذا اتبعت أنظمة معينة من الأكل أنت وزوجتك، ممكن، 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 يعني إن شاء الله تعالى تحصلوا على استفادة جيدة إلى ممتازة. ممكن يطلع عباقرة، ممكن يعني يطلعوا أذكياء، يعني مش عباقرة، ممكن يطلعوا أذكياء، المهم تستفيد، المهم تستفيد. خذ مني أنت وزوجتك، قول بسم الله، بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد ومن والى محمد إلى يوم الدين، ولعنة الله على من كره سيدي ومولاي قرة عيني محمد، بأبي وأمي أنت يا حبيبي يا رسول الله. ملعقة صغيرة قبل ما تحمل زوجتك، يعني أنت عندك مشروع حمل، يعني قررت أنت زوجتك أنها تحمل، قبل ما تتم عملية الغزو وقررتوا أنكم تحاربوا وتدخلوا المعركة، بشهر ونص تقريبا تأكل أنت ومعوض أم محمد الحربي، عفوا أنت ومحمد الحربي تأكلوا حبايبي نور عيوني، أنتوا أخويا أبو محمد أنت والمدام، ملعقة صغيرة من زريعة الخازو. شو زريعة الخازو؟ زريعة الخازو بالمغربي يعني بذور الجزر، بذور الجزر، تطحنها ناعم جدا، ملعقة من بذور الشيا تطحنها ناعم جدا، ملعقة من بذور من مطحون الكركم، ملعقة من مطحون الكركم، تحطها كلهم مع السلطة ما في مشكلة، تحطهم مع الشاي ما في مشكلة، تحطهم مع الحليب ما في مشكلة، تصفهم سف ما في، انت حر، ولكن طبخ لا، طبخ لا، واثنين يكونوا نية مش محمص، ممنوع تحميصه، نية ممنوع تحميصه. 3 بذور الشيا في نوعين، في سودة وفي بيضة، خذ السودة. بذور الشيا في نوعين، في اسود وفي ابيض، اذا وجدت ابيض افضل، افضل، لانه غالبا، غالبا والله اعلم بيكون عضوي يعني بلدي. تاكلوا من قبل العمليه، قبل الغزو بشهر ونص تضربوا من هالاكل هذا يوميا صباحا او ظهرا باي وقت تريدون. اريد منكم طال عمرك الصبح بس تفيق، تستيقظ للصلاة الصبح، بس تستيقظ من النوم تشرب ملعقة أو 3 ملاعق، ملعقة أو 3 ملاعق، إذا قدرت 3 بيكون أفضل، من زيت الزيتون الأصلي، وأنا أفضل بما أنك بالسعودية تشتري من الجوف، من الدومة، من سكاكا، من طبرجل، من القريات، من صوير، قارة، طوير، خوعة، أو نبقى بقصر، من هالجوف، هدبان، هديب، حبايبي هديب وهدبان، حبايبي حبايبي حبايبي، أنتو نور عيوني، ارجع من الجوف، أفضل شيء بالمملكة هو اللي بالجوف، حتى اللي بالإمارات وبالبحرين وبالكويت بيروحوا بيشتروا من الجوف، لأنه وأنا أثق فيه 100% مو 99%، اشتري منه وادعي لي.
واذا كنت فالح، واذا كنت فالح وشاطر، مهرجان الجوف روح عبي خزن لسنة سنتين من زيت الزيتون حق الجوف، اشتري ما هو قطارة مثل الذهب، تبلع على الريق منه ملعقة أو 3 ملاعق زيت الزيتون على الريق شهر ونص. الكركم بيلعب دور هرموني، بيحفز الهرمونات عند زوجتك وعندك، وبيمنع الالتهابات عندك وعند زوجتك، بيمنع الالتهابات عندك وعند زوجتك. بذور الخازو فيه مضاد للسرطان، فيه كاروتين ابن الجنية، هذا يخلي وجه مرتك مثل القمر ويخلي وجهك مثل القمر، زائد المولود اللي بيجي يطلع حلو جدا، المولود اللي بيجي بيطلع حلو جميل جدا. ليش؟ غني بالكاروتين وبفيتامينات الجبارة وفيتامين اي للنظر، فبيطلع الجنين عندكم بإذن الله كده. 3 بذور الشيا، بذور الشيا شنو كدير؟ شو بتعمل طال عمرك؟ بذور الشيا هاي غنية جدا بالفيتامينات والمعادن، والمعادن والفيتامينات النادرة بالدنيا، ومقوي جبار جدا جدا، وبيدعم الايض بالجسم والانزيمات، بيحسن الصحة العامة بشكل سريع جدا. بافريقيا، بغانا، بالكاميرون، بنيجيريا، بالقابون بيعملوا خبز بياكلوا منه لانه ما عندهم قمح. الأفارقة اللي هناك طول الواحد مترين، المنتخب الكاميروني بيحطم المنتخبات كرة القدم العربية كلياتها بيوم واحد من قوتهم رجال. بدي منك تاكل كل يوم، انت مش زوجتك، انت بدي منك تاكل كل يوم 33 حبة صنوبر. صنوبر شو اسم الصنوبر بالدول الاخرى؟ ما بعرف اسمه صنوبر. الصنوبر اكتب بجوجل الصنوبر، روحوا على الصور وتفرجوا على صورته. بالسعودية موجود نوعين من الصنوبر، في صنوبر صيني حبته صغيرة مثلث، وفي السوري واللبناني حبته، والمغربي حبته طويلة، والمغربي حبته طويلة. وأجود الأنواع السوري واللبناني، أجود شيء لبناني والسوري، أجود شيء بالعالم الصنوبر السوري واللبناني، واسمه الصنوبر البلدي. بيجي بعده بالقوة الصنوبر الياباني والصيني والكوري اللي على شكل مثلث، حبته صغيرة، حبته صغيرة. تأكل كل يوم 33 حبة وتمضخهم بشكل ممتاز جدا، تمضخهم قبل تنام وبتنام. شو بيعمل هذا الصنوبر؟ هذا الصنوبر بيخلي حيوانات المزرعة عندك خليها جبارة، حركتها قوية، بيزيد عددها، بيدعمك دعم رهيب جدا، زائد انه طاف عندك بيفضي الى باذن الله الى ولد حلو جميل جدا خالي من العيوب ان شاء الله تعالى. نقول دائما ان شاء الله تعالى. زوجتك، بدي زوجتك كل يوم تاكل 50 غرام زبيب اسود. هل ممكن تاكل انت؟ اذا اكلت بكون افضل. 50 غرام زبيب اسود، 50 غرام لوز، 50 غرام جوز. واذا ما عندكم سكري اكلوا عسل، واذا عندكم سكري لا تاكل عسل. اريد منكم توقفوا السكر نهائيا، والملح، السكر والملح توقفوا نهائيا قبل من بداية العلاج، توقفوا السكر والملح، ممنوع لا سكر ولا ملح، ما في. اذا اضطريت حط ملح، لكن السكر ممنوع من انباته، يعني ممكن تحط لك شويه ملح ما في مشكله. البهارات مسموحه كلياتها. هذا اول سؤال جاوبتك عليه، بيطلع الولد ان شاء الله تعالى بدون تشوهات باذن الله، بيطلع الجنين ذكي جدا جدا وقوي جدا جدا.
او لما تحمل زوجتك اول شهر وري، اول شهر وثاني شهر وثالث شهر، اول 3 شهور اريد من زوجتك تستمر، اريد من زوجتك تستمر باكل الزبيب واللوز ودبس التمر ودبس العنب ودبس دبس التين، اللوز، الجوز، المكسرات كلياتها، بزر دوار الشمس. واريدك انت وزوجتك على طول حتى تحمل، حتى تحمل تاكلوا بزر دار دوار الشمس، بزر دوار الشمس ني ني تاكلوا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، حط بجيبتك كذا وكلهم وزوجتك نفس الشيء كل يوم بالليل وانتم سهرانين، وحاط ايدك على كتفه ها وتبوسك وتبوسه ها، الجو الرومانسي والغرامي وحبيبتي وحقك شرعا وقانونا ها، تفصفصوا بزر دوار الشمس مثل عصافير زيق زيق، هي تقول لك زيق زيق وانت تقول لها زيق زيق لحتى تحمل. بعد ما تحمل خلها هي تتابع شهر بعدك وانت وقف خلاص ما في مشكلة، خلصنا منك احنا. الآن نيجيك انت ما عندك اولاد، بدك اولاد، احنا متفقين معك انت واحنا متفقين بانه الانسان ما بيقدر يحدد ذكر او انثى، الله اللي بيحدد، ولكن الله حط اكل، حط دواء بالارض، اذا استخدمته الله ما بيزعل. اذا بتقدر تجيب اولاد تحدد الجنس، الله جنس المولود ذكرا او انثى، ربنا ما بيزعل. اذا بتقدر تطلع على المريخ اطلع، الله ما بيزعل. اذا بتقدر تطلع على اورانوس اطلع، الله ما بيزعل. ان استطعت تنفذوا بأقطار العالم انفذوا، الله ما بيزعل. اولا يجب ان تفهم شيء مهم جدا جدا، بانه كلما وصل، اذا عندك تبويض، اذا المدام عندها البيضة جاهزة، اذا البيضة عند المدام جاهزة لاستقبال المي اللي عندك، زوجتك فرضا البيضة عندها جاهزة لاستقبال المي اللي عندك جاهزة، كلما كان، انتبه، كلما كان المي اللي عندك، الحيوانات اللي بالمي اللي عندك كلما وصلت بسرعة إلى البيضة الجاهزة للتبويض، كلما كانت فرصة حدوث ولادة ذكر كبيرة جدا. كلما يعني كل ما خليت المي تقرب للبيضة أكثر، كل ما المي اللي عندك كل ما خليت تقرب للبيضة أكثر، كلما كان فرصة حدوث ولد أكبر. يعني شو معنى هذا؟ معناه أنه المدام لما يصير ها ترفع الرجلين للأعلى وأنت فوق، ليش؟ علشان يصل يكون المسافة بين الدفق المية، يعني المي لما تدفق منك تكون قريبة جدا من البيضة، تصل على البيضة مباشرة، لأنه كل ما كان الحيوان سريع بالوصول للبيضة كل ما كان فرصة حدوث إنجاب ولد كبيرة جدا جدا جدا. وكلما كانت بطيئتان، كون أنثى. وإذا الحيوان الذكري اللي عندك إجى على البيضة ولقاها مش جاهز للتبويض، يعني فرضا الحيوان الذكري اللي عندك إجى على البيضة ولقاها غير جاهز يعني بعدها ما غير جاهزة للتبويض، هي مش البيضة مش مكتمل بعد، مو جاهزة للاستقبال ها، يروح الحيوانات اللي عندك يوقفوا على باب البيضة. وين يوقفوا؟ عند البيضة. لما وقفوا عند البيضة يلاقوها ما هي جاهزة للتبويض، شو يساووا؟ يستنوا لحتى حضرت البيضة تفتح تستقبل. فالبيضة
ما بتفتح. ليش؟ لأنها غير جاهزة للاستقبال. فبالحالة هاي الحيوانات المزرعة اللي عندك الذكرية شو بصير فيها؟ بتموت، لأن عمرها 6 ساعات 3 ساعات ساعتين كذا، بتستنى البيضة، البيضة ما هي جاهزة، فما في ما بتقدر تخش فبتموت. فبتروح بتروح الحيوانات المزرعة الأنثوية اللي عندك اللي الله خلقها بطيئة، بتظل تمشي شوي 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 شوي. الذكور سبقوها بس لقوا البيضة ما هي جاهزة، ولذلك ماتوا على الباب هناك، ظلوا يستنوا ما فتحت البيضة بيموتوا. ولذلك شو صفيوا البنات، الحيوانات البنات هذول الحيوان البنات اللي عندك بيمشوا شوي 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 وصلوا، بس يصلوا بلاقوا البيضة خلص جاهزة للتبويض، ولاقوا الذكور ماتوا. ليش؟ لأن كانوا المساكين لما وصلوا لقوا البيضة ما هي فاتح البواب، ها؟ فبيجوا بخشوا، فبتلد مرتك بنت، فبتلد مرتك إيه؟ بنت. شو الأكل؟ شو نوكل؟ شو مرتي تاكل حتى تجيب اولاد؟ واحد البندورة. ايه؟ اذا مرتك اذا بدك المرة بقدرة الله، وليس بقدرتك ولا قدرتي ولا قدرة ابو عند، بقدرة الله. اذا اردت ان زوجتك تلد اولاد، يجب ان تاكل مادتين مهمات جدا جدا، يجب ان تاكلهم باستمرار. شو هما؟ الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم وإيه؟ والبوتاسيوم. ولكن مشكلة الصوديوم أنه بيرفع التنسيون، بيرفع الضغط. ليش؟ لأنه أملاح، بيرفع الضغط. شو بيرفع؟ الضغط. ولذلك عشان ما يرفع الضغط أنت شو راح تساوي؟ راح تأكل أكل طبيعي. شو راح تأكل؟ أكل طبيعي عشان ما يرفع لك الضغط كثير. شو نأكل؟ وين الاقي الصوديوم والبوتاسيوم؟ بالطماطم البندوره اللي اسمه بالمغربي مطيشه. راح تاكل منه، لانه المطيشه او البندوره او الطماطم تحافظ على توازن الصوديوم والبوتاسيوم. واحنا علشان نجيب ذكر لازم يكون بدم زوجتك، تاكل زوجتك بندوره كثير. ليش؟ عشان احنا عاوزين بوتاسيوم وصوديوم. زائد انه البندوره تحتوي على فيتامين جيم بالعربي اللي اسمه بالانجليزي سي. ليش؟ لانه هذا مهم جدا بانجاب الذكور. الله اكبر. شو اكل بعد علشان شو تاكل زوجتي علشان تجيب اولاد؟ تاكل موز. ليش اذا بدي اولاد زوجتي لازم تاكل موز؟ ليش؟ يجب أن تأكل زوجتك كل يوم نصف كيلو موز، 250 غرام 500 غرام أو 300 غرام موز، يعني حبتين ونص، ثلاث حبات، حبتين ونص، حبتين، ثلاثة موز كل يوم. ليش؟ الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والصوديوم، قلنا بأنهم بيساعدوا على إنجاب الذكور. ليش تأكل زوجتك موز عشان تجيب ولد؟ لأن البوتاسيوم يساعد على بقاء الحيوانات المنوية اللي عند حيوانات اللي عندك، ها؟ يساعدها على البقاء نشطة داخل الرحم. الموز شو بيعمل لك؟ فيه بوتاسيوم وصوديوم. شو بيعمل لك البوتاسيوم؟ بيخلي الحيوانات بتوعك، حيوانات المزرعة بيخليها، احنا بنقول المزرعة يعني حيوانات المزرعة، بيخليها عندك نشيطة، تلعلع، تفرفش، تشطح، ترقص داخل الرحم. واذا بقيت نشيطة هذا يغضي على انه ايش؟ على انه الذكورة تدخل للبيضة بسرعة قبل الاناث. اوكي؟ طيب شو نوكل بعد؟ نوكل بعد اي فواكه حامضة. اي فواكه حامضه؟ البرتقال، الليمون، اي شيء حامض خاصه تاكله.
البرتقال، الليمون، يوسف فندي، اي حامض، الحمضيات اللي اسمها الفواكه الحمضيه هاي اللي قشرها اصفر واللي قشرها برتقالي، هاي تاكل منها. البرتقال، الليمون، اللي يوسف فندي، كلمنتينه، كلمنتينه هذا تاكل منه. تاكل ايضا الفطر. الفطر يحتوي على فيتامين د ويحتوي على البوتاسيوم، ولذلك يعتبر مهم جدا بهذا الموضوع. ويجب ان تاكل زوجتك رز وبطاطا، رز وبطاطا، وتاكل دهن كثير، يعني لحم فيه دهن، لحم فيه ايش؟ دهن، لحم فيه ايش؟ دهن. الاكل اللحم اللي فيه دهن، وخصوصا اللحم البارد. تاكل رز، تاكل بطاطا، تاكل معكرونه، النشويات، خبز الابيض، تاكل منه اذا ما محى سكرك. طبعا نحن نتكلم الاكل هذا لمريض، لامراه غير مصابه بمرض السكري، ويعني يعني 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 الاكل هذا نصفه لامراه تريد اولاد ذكور، ولكن بشرط ما محى سكري، ما محى ضغط، ما محى امراض خطيره. نحن نفترض انه زوجتك ما محى امراض خطيره، لانه اذا محى امراض، محى سكري، الاكل هذا ما بيناسبه. فانا اعطيك الاكل هذا على اساس انه زوجتك ما محى امراض. انتبه، انا رجل كده ما بحب الا فوت دوران. هذا الاكل مخصص لو امراه تريد انجاب اطفال ما محى سكري وما محى ضغط، ما محى امراض خطيره بالكلاوي، ما محى سرطان، ما محى امراض خطيره. فهمت علي؟ طيب خلينا نتابع. يجب ان تاكل زوجتك النخالة الخبز. ليش؟ ليش تاكل نخالة الخبز؟ خبز البر، خبز ابيض وخبز بر، او تخلط الخبز، او تخلط طحين البر مع الطحين الابيض، وتكثر من الاكل اللي فيه نخالة. الاكل اللي فيه نخالة تكثر منه. ليش؟ لانه غني جدا بمادة اسم السيلينيوم. السيلينيوم بيخلي المرأة ولادة، بيخلي المرأة تلد كثير. السيلينيوم بيخلي المرأة تلد كثير، بيخليها مرأة ولود، يعني بتلد كثير. فلذلك اللي ما حعقم نقول له أكلي أكل فيه سيلينيوم، ليش؟ حصل شيء تلد. نقول له هذا أكلي الأكل اللي فيه سيلينيوم. أي أكل فيه سيلينيوم أكلي، لا تخافي وتوكل على الله واضربي منه، خاصة نخالة الدقيق، الطحين، النخالة اضربي منه. قشر القمح، قشر الشعير، قشر الكينوا، قشر بذور الشيا، اي قشور بذور اكليها، اي قشر للبذور اكليها، وخصوصا قشر القمح والشعير اضربي منه، والذرة القشر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعز هذه الأمة، وأن يؤيدها بالنصر والتمكين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلك الظالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلك الظالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلك الظالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بالفرج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بالفرج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بالفرج لهذه الأمة. تعبنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك. الله الله. اللهم صل وسلم وبارك على
وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد. العشاب أبو عبد العزيز حنرا شمر كان معكم، نسأل الله توفيق الجميع. شكرا، ميرسي، قولوا ميرسي، دفوا هالفيديو بالواتساب يا حريم، الله يرحم والدينكم، خلي هالحريم يلدن ويجيبن عيال، يلا قولوا يا رب يلا.